يعني تعليقك ايه طبعا على ما حدث النهارده؟ خروج مصر خروج غير مشرف، كنا ننتظر، صحيح ما كانش عندنا حاجه نخسرها، فاللعب ليه كنا بنلعب بهذا الشكل وبهذا الاداء؟ عندك تعليق على كل النواحي الفنيه ربما من ضربات الجزاء اللي اتت ايضا في المباراه؟ واخيرا، هل خروج كوبر او يعني الان الاتحاد الفني اقال كوبر، هل ده كافي انه يعني يشعر المصريين بالرضا بعد ما حققنا الهزيمة؟ هو بس فكرة الخروج الغير مشرف، أنا ضد كلمة الخروج غير المشرف، لأن هي الرياضة مشرفة سواء للفائز أو المهزوم، حتى لو المهزوم دوت تلقى كل الهزائم في كل المنافسات، لأن هي المنافسة الرياضية هي شرف للفائز والخاسر. تمام. المنتخب المصري كلنا كنا عارفين أو كلنا كنا شايفين بعد مباراة أوروغواي وبعد مباراة روسيا إن إحنا ملناش أمل، وإن إحنا كنا بنتعلق وبنتعشم في ربنا فوز معنوي قدام المنتخب السعودي، خصوصا إن ده ديربي. ولكن للأسف مستر هيكتور كوبر خذل كل المصريين بأدائه الدفاعي، بأدائه المشوب بالخوف، اللي هو يعني بتبكي على حاجة مفيش داعي ان انت تبكي عليها. فريقك يعني انت بتلعب احنا بنلعب رياضه بقى للرياضه، ما بنلعبش بالزبط. لا على المركز ولا على بطاقه صعود ولا على بطاقه اي بطاقه تاهل، احنا خلاص خرجنا، فبتلعب كوره للكوره. كل المعطيات كانت بتقول ان المنتخب المصري ترتيبه وفقا للمنتخبات العالميه قبل الترتيب المنتخب السعودي، فما كانش فيه مبرر للخوف الزياده ده. ويستحضرنا ما حدث في مباراة كادونا في نيجيريا، وأنا كنت شاهد عيان، كنت موجود في كادونا، وحصلت أزمة ما بين كابتن النادي الأهلي وقتها كابتن حسام غالي وما بين الكابتن هيكتور كوبر، وكان حسام غالي نزل طالب لعيبته إن هم يتخلوا عن لعب الدفاع وإن هم ينسوا خطة هيكتور كوبر ويلعبوا باسم مصر، قال لهم مصر أكبر من إن إحنا نلعب بالخطة الدفاعية. وكان دوت رجعنا من كادونا، كان المنتخب المصري راح يلعب في برج العرب المباراه الثانيه مع نيجيريا، وكان ده ساعتها الكابتن هيكتور كوبر كان خد قرار ان يرحل المجموعه اللي اعتبرها في ذلك التوقيت مجموعه متمرده، ولكن الحقيقه كانت مجموعه غيوره على فانيله منتخب بلدها. كان ساعتها في التوقيت دوت كابتن حسام غالي، وكان معاه لعيبه النادي الاهلي. ساعتها دخل الكابتن هاني ابو ريده واقنعه هيكتور كوبر يبقى موجود، ومن ساعتها لم يعود حسام غالي للمباراة. ولكن النهاردة تأكد للجميع ان كان حسام غالي محق في وجهة نظره، لان منتخب مصر ما ينفعش تلعب، مش نقول خطة دفاعية، العب بخطة دفاعية بخطة هجومية بخطة متوازنة، العب زي ما انت عايز، لكن ما ينفعش تلعب بخطة مليها الخوف والرعب والجبن، بخطة مليها كل خطوات اليأس وخطوات خيبة الامل، وبتلعب كأن منتخب مصر دوت انت مش حاطه قدام عينيك، بتلعب مباراة المفروض بتلعب مباراه على قد العب واخسر، ما بنقولكش ما تخسرش. ليه مصر ان انت تزعل المصريين؟ ليه مصر ان انت تلعب بنفس الاداء البائد؟ ليه مصر ان انت تلعب بنفس طريقه ان انت خايف من اي منافس بتلعبه؟ للاسف هيكتور كوبر ضيع كل الاوراق اللي كانت قدامه ان هي يودع بيها المصريين وداع يليق بالثلاث سنين اللي قعدهم في مصر، اللي قدمنا، احنا مش ناكرين لجهد ولا جاحدين لجهد، انت قدمت لنا ثلاث سنين كويسين وحققت لنا حلمنا.